أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، مرحب بيكم وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة العام الدراسي الجديد 2021، وهقدم ليكم مقدمة بسيطة في منهج الكيمياء للثانوية العامة، وده بعد التعليمات الأخيرة اللي أقرتها الوزارة واللي جت على لسان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. واضح من الكلام ومن المؤتمر الصحفي للوزير ان طالب الثانوية العامة دلوقتي اصبح هيعتمد على نفسه بنسبة 90% علشان يدخل لمرحلة الجامعة. فالطالب المجتهد واللي هيحاول يفهم المنهج هو اللي هيقدر يوصل لبر الامان. ونتمنى ان على جميع الطلبة انها تحاول بقى تستخدم كفاءتها الشخصية وذكائها وتبعد عن نظام الحفظ. طبعا في جزء في الكيمياء محتاج للحفظ، الرموز الكيميائيه والمعادلات الكيميائيه وازاي اكتب رمز كيميائي، ولكن الطالب لازم يعرف يركب المركبات، لازم يقدر يحلل الاسئله لان الاسئله ممكن تجيلك بطريقه غير مباشره. فانت حاول تبص معايا وتشوف وتطلع على اسئله بنك المعرفه اللي موجوده عندك في التاب، لان طبعا حسب كلام الوزير دي اللي مش يخرج عنها الامتحان. وبنتمنى ان انتوا ربنا يوفقكم السنه دي وتكون تجربه ناجحه بحيث ان احنا نعدي بنظام الثانويه العامه لبر الامان وعلى الطريق الصحيح، وده كله في مصلحه مصر والاجيال القادمه. وشكرا، وتابع معايا الفيديو لحد النهايه، وفي الاخر نسيب لك بعض الرموز للمجموعات الذريه وعناصر الجدول الدوري والتكافؤات وكيفية كتابة الرمز الكيميائي للطلبة اللي عندهم مشاكل في الكلام ده، إلى جانب كتابة الرمز بطريقة صحيحة. لازم نهتم بالجزء الكابيتال كابيتال والسمول سمول، والمجموعة الذرية لازم تكتبها كابيتال ولازم يكون عليها الشحنة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء بالقاهرة الجديدة. I'm not